السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهبي يتحدث عن الأسعار ويقول قرارات مهمة مقبلة في رمضان. اعتبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الجفاف وأزمة كورونا ضغط على الحكومة لكي تتخذ إجراءات، منها تخصيص 18 مليار درهم لدعم قنينة الغاز و3 ملايير درهم لدعم الماء الصالح للشرب و14 ملايير درهم لدعم الكهرباء و3 ملايير درهم لدعم مادة السكر. وكشف عبد اللطيف وهبي أن هناك قرارات ستعلن عنها الحكومة عما قريب تتعلق بشهر رمضان بما فيها مراقبة الأسعار، مضيفا: سنكون مع المواطن المغربي وكلنا ضحايا الضغط الدولي والجفاف، ونحاول تصحيح سياسة دامت سنوات نؤدي ثمنها. وأضاف: سنواجه هذه الضغوط بأغلبية متراصة قوية ومنسجمة لإيجاد حلول في أقرب الأوقات، وأتمنى أن نتجاوز هذه الوضعية في أقرب الآجال، ونؤمن بأن هناك إرادة من الحكومة بتوجيهات من الملك. وضع صعب جدا أولا، لأن نقوم الآن بإصلاح وتصريف سياسة دامت 10 سنوات أن نعيش نتائجها، وعلينا أن نتعامل معها. كل هذه المبادئ تم رصدها من طرف الحكومة للحد من ضغط الأسعار وللحد من ضغط السياق الدولي المرتبط بحالة النزاعات الدولية التي تزيد في الثمن